إذا للوقوف عند قرار خفض قيمة الدينار العراقي تداعيات أيضا على السوق المحلية وعلى الفقراء وذوي الدخل المحدود. ينضم إلينا عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر. دكتور سناء، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون، للمرة الثانية تخفض حكومة السوداني قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي. كيف سينعكس هذا القرار على وضع السوق وعلى أيضا القدرة الشرائية للمواطن؟ في البداية أحييك وأحيي كل مشاهدي قناة الفضائية. والجواب على هذا السؤال هو طبعا جدا بسيط، لأنه أنت قلت في تقريركم أنه عدم وجود صناعة وعدم وجود زراعة، يعني هناك خلل تركيبي في بنية الاقتصاد الوطني العراقي منذ 2003 ولحد الآن ما يقارب 20 سنة، وهذه المشهد يتكرر. لو نأخذ انخفاض قيمة الدينار العراقي سنة على سنة ينخفض، هذه القيمة تنخفض. نعم. السبب الرئيسي هو شنو؟ هو عدم وجود خطة اقتصادية وعدم وجود موازنات صارمة وصحيحة تضعها الحكومة العراقية. هذا من جهة. من جهة ثانية، تلاعب المصارف الخاصة وحتى البنك المركزي في مسألة ميزان التوازنات وفي مسألة مزايد العملة وبيع الدولار إلى المصارف الخاصة وإلى الأشخاص. طيب. لأن حسب ما نعرف أنه حسب قانون 56 ل2004 اللي وضعه بول بريمر، بإمكان أي شخص يذهب إلى مزايد العملة أو إلى نافذة العملة أو كما يسميها، نعم، ويشتري أي كمية يرغب فيها، ومن ثم يبدأ بالمضاربة. يعني شنو؟ يعني باعتبار أنه سوف يستورد مواد من الخارج وسوف يقوم بتعويض فرضا ما قيمته 30 مليون دولار، لكنه سوف يستورد بما قيمته 20 مليون دولار و10 ملايين دولار هي في جيبه. يعني اصبحت مساله غسيل اموال، يعني قام بتصدير هذه 30 مليون ومن ثم تحول على حسابه في بنوك اخرى بالخارج. هذا يسمى عمليه غسيل اموال. وهكذا تحطم الاقتصاد الوطني العراقي بهذه الصورة بهذا الشكل. الحكومة تلعب دور فاعل والبنك المركزي بالدرجة الأولى، هذا هو السبب، وكذلك مزايد العملة. نعم. ولكن دكتور، هناك مفارقة أن حكومة الإطار هاجمت سابقا وأيضا بشدة قرار خفض قيمة الدينار في فترة حكومة الكاظمي، اليوم يتم تخفيض قيمتها في حكومة محمد الشاع السوداني. كيف يمكن تفسير تكرار هذا القرار؟ تكرار هذا القرار يمكن تفسيره أنه هو ازدواجية بالقرارات وازدواجية في سياسات الأحزاب. اليوم معك اليوم ضدك، اليوم احنا ضد تخفيض الدينار العراقي، غدا احنا مع زيادة سعر الدينار العراقي أو الدولار وهل مجرى. إذن المسألة انطلاقا من مصالح شخصية لهذه الأحزاب لا أكثر ولا أقل. دكتور، لا تهمها مصلحة الشعب العراقي. تقارير عديدة ربطت موضوع خفض قيمة الدينار بسوء إدارة العملة الأجنبية، إضافة إلى أن هناك اتهامات للبنك المركزي بعدم ضخ كميات كافية من الدولار. برأيكم من المسؤول الرئيس عن يعني هذا الخلل الاقتصادي دكتور؟ بالدرجة الأولى مسؤول عنه بدون شك البنك المركزي العراقي. نعم. لأنه حتى عمليات ضخ الدولار هل هي تستجيب لما يتطلبه السوق؟ نعم. وهل هي كافية وغير كافية؟ وقد هناك تلاعب، وكما قلت قبل قليل أنه يتم شراء هذه الكميات الكبيرة من الدولارات من قبل مصارف خاصة تابعة لهذه الأحزاب، ويتم من خلالها تنفيذ خطة ذاك الحزب أو ذاك. ومن الشعب العراقي هو الذي غير المستفاد من هذه الطريقة، وهو الذي يتحمل هذه النتائج السلبية. طيب دكتور، هل السلطات مضطرة فعلا في موضوع خفض قيمة الدينار أمام الدولار؟ هل هي مضطرة لذلك؟ أنا باعتقادي لا. أنا باعتقادي بإمكانها أن لا تعمل ذلك، لأنه عملية خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار هي عملية غير صحيحة، ونحن نرى انه يوم مو يومي يعني خلينا نقول شهريا زين تخرج هذه الاراء والى اخره. والان طبعا سعر صرف الدينار العراقي 1460، يعني تقارب قبل حوالي سنه كان حوالي مثلا
1200 1250 الان 1460. لماذا؟ نعم إن هذه او هذا التخفيض في قيمه الدينار العراقي هو وراءه مصالح شخصيه من قبل الاحزاب نعم تحكم هذا البلد. دكتور، ما هي الحلول لرفع قيمه الدينار اذا اردنا الانطلاق؟ من اي نقطه ننطلق من وجهه نظركم؟ سؤال جدا جيد جدا. نعم ننطلق من تقويه الاقتصاد الوطني العراقي، يعني تقويه الصناعه، الزراعه، وتقويه كل المشاريع الاقتصاديه التي تقوم عليها مصلحه الشعب العراقي. وهذا مساله مهمه جدا لو ناخذ بنظر الاعتبار ما يتطلبه الوضع الحالي، وما تتطلبه الخطط الاقتصاديه، وما تتطلبه الموازنه، وما تتطلبه المشاريع الاستثماريه في العراق. ولكن دكتور، كما تعرفون لا وجود للصناعه والزراعه في العراق، ما هو الحل الاخر البديل دكتور؟ الحل الاخر تنشيط الصناعه والزراعه بالعراق، هذا واجب عادل. نعم. وهذا لا يمكن، لان كما قلت هناك خلل تركيبي، خلل تركيبي متفاقم منذ 20 سنه تقريبا. وهذه نتائج عمليات الاستيراد المفتوحه حطمت الاقتصاد الوطني العراقي. دكتور، والاستثمار الا يؤتي اكله في موضوع رفع قيمه الدينار العراقي؟ طبعا ياتي اكله اذا كانت هناك فرص استثماريه جيده، ونحن نقول انه راس المال جبان. يعني معناته اذا كانت توجد ظروف امنيه جيده للاستثمار فسوف يستثمر، سواء كان الاجنبي او العربي او حتى العراقي. لكن اذا لم تكن ظروف جيده للاستثمار وراس المال طبعا سوف يخرج. لماذا تتم عمليه غسيل الاموال وهروب الاموال العراقيه للخارج بالمليارات، وترى انه الاموال العراقيه تهرب الى دول الجوار وتقام هناك مصانع لعراقيين او غير عراقيين، بصير تبيع اموال عراقيه. نعم. ها؟ ويتم انتاج هذه المصانع واستيرادها للعراق وكانه هو انتاج عراقي، لكن هذا انتاج غير عراقي، لان هذا الانتاج لان هذه المنتوجات انتجت في بلد اخر وليس بلدنا العراق. طيب دكتور، موضوع رهن الاصول يساعد في ارتفاع قيمة الدينار؟ رفع الأصول مثلا أو رهن الأصول عفوا. رهن الأصول لا يساعد. أي أصول احنا نتخذ؟ يعني أصول صناعية، أصول مالية؟ لا يمكن. يعني احنا من جهة نقول عندنا مصانع، لكن هذه المصانع واقفة، طيب كيف ترهنها وهي لا تنتج؟ لا يمكن. نعم. الأصول الاقتصادية يجب أن تعمل حتى ممكن نقول هذا مصنع يعمل. طيب. إذن بإمكاني أن أرهن هذا المصنع، أخذ قرض على ضوء هذه البنايات والمكان والآلات، لكن إذا هي لا تعمل كيف؟ لا يمكن رهن الأصول. وبعدين مسألة اندثار هذه المكان والآلات منذ 20 سنة لحد الآن يجب أن تجدد، ومن ثم نقوم بتشغيل المصانع. قسم منها يعمل نعم، لكن مع الأسف يعمل وينتج وهناك لا توجد حماية لمنتجاته. شكرا جزيلا على هذه المعلومات والإفادة عبر سكايب من أوسلو، الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر، شكرا جزيلا لكم.